ايه امي، ومين بدنا نعزم كمان؟ كتبت اسم ابو مرهف؟ ابو مرهف لا والله ما كتبته. اكتبه واكتب اسماء اولاد خالتك حسان وعبد الرحمن وسالم. وليش لحتى نعزمهم كلهم؟ بكفي حسان. لا يا امي ما بصير. شو نسيت انه عزموكم السنة الماضية انت واخوك على عرس اخوهم عبد الرحمن؟ الحق معك. وهي كتبنا عبد الرحمن وحسان وسالم، ورح اعزم ابو ماهر اللي كان جارنا بالحارة القديمة بقى. شو رأيك؟ ايه شو عليه، فيك الخير. وبالمعية عزيم ابو طلال ساروجة صاحبه لأبوك الله يرحمه. شو وينه اخوك مهند؟ راح ياخد اذن للعرس من فرع 999. انه ما كانوا يبطلوننا هالشغلات بقى؟ والله مو حلوة بحق البلد. لسه كل ما اجتمعوا اتنين بيتحشوا راسهم بيناتهم قريضة. شو بيعرفني؟ وليش ما رحت انت بداله؟ ما بيرضوا، بدهم يشوفوا العريس صاحب العلاقة. وبعدين شو في عنده؟ قال بده يمر على الصالة مشان يدفع رعبون ويثبت الحجز. الو. اهلين مهند، شو وينك انت؟ الصالة عظيم. ليك ثبت المعازيم على 150. اي نعم. لا 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 ما بدنا نصور، خليهم هنا يدبروا. ايه ايه ما بتتذكر الصور اللي صورناها بعرس اختك؟ طلعت سيئة كتير. قلو ما بدنا مصور، المصور اللي صورني بعرس اختك طالعني مثل الزنجية وطالع خالتك ام صبحي مرتين بلا راس. مهند انت لا تجيب مصور، خلاص انا رح جيبه، بعرف مصور صاحبي وشغلته هالشغلة. ايه الله معك، مع السلامة. مين اللي مصور اللي رح تجيبه انت؟ رح جيب مصور صاحبي وبعرفه، اسمه نوري طبشورة، فنان بلقط الصور. تفضل يا انسي، هي 3 كيلو برتقان وهي كيلو تفاح. الله يسلمك. غيره شو بتريدي؟ زكاتك اعطيني 5 جراز بقدونس خرج. ايه؟ التبوله على عيني وراسي خرج التبوله. ها هلا وصلوني من سوق الهال الله وكيلك، ومن كتر عود المطويل بتقولي عنهم ملوخيه. الله يسلم هالايدين يا رب. لا كزبره هاي، هاي وحده على البيعه كمان. تفضلي. ها يسلموا. تفضلي. لحظه احط لك اياهم بالكيس. امسكي لك، امسكي نقعيهم بالمرمنجنات اضمن. تعرفي لانه الله يسلمك. تفضلي. قديش بتريد؟ 150 ليره. هاتي هاتي لقلك، شو بكي ملبكه بحالك انسه؟ يسلموا. يسلموا. كتر خيرك. اهلين وسهلين ومرحبتين، الله معك. نعمه كريم. عفوا مو هون استوديو الانوار؟ مزبوط، كان استوديو الانوار بس هلأ محل خضار. ومو حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ نعم يا سيدي انا المعلم نوري. شو ما تذكرتني معلم نوري؟ لا والله مين حضرتك وانا صغيرة؟ انا عادل ابن ابو عادل درخوجة، وكنت اجي لعندك انا واخواتي ونتصور هون من شي 5 سنين، ومرة حضرتك صورت عرس ابن عمي هاني درخوجة والصور طلعت بتجنن كمان. تذكرتني؟ ايه والله تذكرتك. اهلين وسهلين ومرحبتين سيد عادي. بس ليش هيك حضرتك قالب دكانتك؟ يعني معقوله المصور الفنان يصير خضري؟ ظروف يا استاذ عادل، ظروف. يعني حضرتك ما عاد اشتغلت بالتصوير؟ ما بتصور لنا عرس اخي؟ والله يا اسف يا استاذ عادل، التصوير صار من ذكرياتي. وليش بقى؟ شو السبب؟ القصه طويله يا استاذ عادل. بس هذا عرس اخي يعني، ونحن بصراحه حاطين كل ثقتنا فيك. اسف حبيبي، يعني لو كان عرس مين ما كان والله ما راح اروح. طيب ليش؟ ممكن اعرف السبب معلم نوري؟ طبعا اسف لالحاحي بس بصراحه صار عندي فضول حتى اعرف. اخي شغله التصوير بطلناها، هجرناها، لعناها، وانا حالف يمين معظم ما مد ايدي على كاميرا واخذ صوره لحدا طول ما انا عايش بالوطن هيك لحتى اموت واندفس بقبري. سلامتك معلم نوري، سلامتك. بس يعني يا ريت اعرف. حابب تعرف ليش تركت التصوير؟ اي والله حابب، لانك بصراحه شوقتني. اتفضل احكي لك. تفضل. يلا. شايف هالكاميرا هاي؟ اي نعم.
هي من أشهر الكاميرات العالمية، هي من التوب 10 الموجودة بالعالم. الله وكيلك اشتريتها ب60,000 ليرة. بس كأني شايفة مكسورة. ايه نعم يا سيدي مكسورة، وراح احكي لك ليش مكسورة. والله يكسر ايدين ورجلين يلي كسرها يا حق. هذا يا سيدي من مدة 4 سنين كنت قاعد بالمحل بأمان الله وعم اشتغل. مرحبا معلم. اهلين وسهلين. مور يا حباه. حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ ايه انا نوري. خير؟ شرف، تفضل معنا، ما كثير عندنا وقت. تفضل. دون بدي اتفضل معكم. معلمنا ابو هماش بده اياك. تفضل. ومين ابو هشام بلا صغرى؟ ابو هماش ولا؟ ولا عم تغشم حالك يعني؟ هلا ما عاد تعرف مين هو معلمنا ابو هماش؟ لك يخرب بيتك شو حوبه؟ لك في حدا بهالبلد كله ما بيعرف مين هو ابو هماش؟ صدقوني يا جماعة أنا بعيد عن هالأجواء ولا بعرف لا أبو هماش ولا أبو دفاش. لك يا أجدب، هذا معلمنا أبو هماش اللي رشح حاله للمجلس، ما عرفته؟ أنو مجلس؟ لك رح يطلعني من تيابي. لك شو حمار أنت؟ مو مسألة حمار، بس المجالس عنا بالبلد كتيرة. المجلس البلدي، مجلس الإدارة، مجلس التعاون، المجلس الوطني، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، مجلس الإدارة المحلية، يعني كله جالس بالمجالس والشعب واقف على الرجل الوحدة. معلمنا أبو هماش رشح حاله لمجلس الشعب، عرفته؟ ليش مصرين أعرفه؟ وسمعت نعام منه ومن هالغاية النبيلة يلي عم يسعى لها، بس والله ما عرفته. إيه بسيطة، هلأ بتعرفه. أصبح عطوني العنوان وأنا بلحقكم. قوم اطلع قدامي أحسن ما خربط لك المحل فوقاني تحتاني. اطلع. طيب أمرك ولا يهمك. حاضر يلا بسرعة. يلا. وهي جبنا لكم المصور نوري طبشورة. سيدي شرف. احترامي يا سيدي. أهلين معلم نوري. بس ما يكونوا رجالي زعجوك أو ضايقوك، اللي الصراحة ما بزعل. لا أبدا، الحقيقة ما زعجوني أبدا، كانوا في منتهى اللطف والأكابرية. بتعرف يا معلم نوري ليش أنا بعت وراك؟ لا والله يا سيدي. يعني ما دريت؟ بشو بدي أدرى يا سيدي؟ معقول ما تكون دريت إنه أنا مرشح حالي للمجلس؟ لا والله يا سيدي ما دريت للأسف. يخرب بيتك، لك البلد كلياتها انطبلت بالقصة والناس عم تهني بعضها بترشيح معلمنا للانتخابات. عفوا للأسف أنا بعيد كتير عن هال... باختصار يا نوري، أنا دعيتك مشان تساهم معي بالحملة الانتخابية اللي رح ساويها. أنا يا سيدي؟ هو صحيح الكل عم بيقول لي إني بنجح، بس ما بيصير ما أعمل دعاية، ما هيك يا أبو مقص؟ طبعاً سيدي، ضروري تعملوا دعاية طبعاً. لا وخاصة إنه خصمي أبو فهد رح يعمل دعاية كبيرة، وصوره رح تملي الحيطان، ورح ينعرف نفع الشغلة، فمعقول هو ينجح وينشهر، وأنا ما حدا يعرف خلقتي؟ معكن حق يا سيدي. بس يا ترى شو المطلوب مني؟ بدي منك ترافقني بهالحملة الانتخابية وتاخدي كم صورة، يعني كمية من الصور، ملون، كبيرة، صغيرة، أسود، أبيض، ما بتفرق. على عيني يا سيدي، بس بصراحة أنا ما بقدر سكر المحل لأنه... هلأ شو بدك بالمحل؟ تعطيل المحل على حسابي أنا. قلي لشوف قديش بيطلع لك المحل بالشهر؟ يعني حوالي 20,000 صافي. أصبح راح أعطيك 50,000 ليرة بالشهر. منيح هيك؟ منيح كتير يا سيدي، بس يعني عفواً، حق الأفلام والتحميض يعني على مين؟ لا يكن لك فكر، كله علينا وحبة مسك. اسمع يا أبو مص. نعم. من بكرة بتقبض المعلم نوري 50,000 ليرة بدون ما تكتب عليه وصل كمان. حاضر. شلوني معك هيك؟ يا سيدي الله يرزقك ويرزقنا، أنتوا الخيرين ونحن منستاهل إن شاء الله. ووعد مني إذا نجحت رح أعطيك 100,000 ليرة مكافأة برانية. وبركي ما نجحتوا يا سيدي. لك يخرب بيتك، شو ما بتعرف تحكي انت؟ لا معلم، حطت النجاح بجيبته صغيره. لكن وينك؟ طالما الكاميرا معك خد لي كم صوره. فيها فيلم الكاميرا؟ نعم سيدي، فيها فيلم لاخر الامر. اصبح خد لي كم صوره وان شاء الله تكون استفتاحيه موفقه. على عيني وراسي. وين وقف لك يا نوري؟ اتفضل سيدي، اتفضل لهون لو سمحت. لهون. نعم يا سيدي. اسمه سيدي وبهالصورة يا أستاذ عادل علقت وصرت أخذ صور لأبو هماش وهو عم يغرس شجرة وكتبوا تحتها أبو هماش يساهم في تشجير البلاد.
وشي وهو حامل بارودة ولابس لبس المجاهدين وراكب على حصانه كتبوا تحت أبو هماش على طريق التحرير، وشي وهو عم يخطب بالجماهير الشعبية وعم يشرح للأوضاع السياسية بالعالم والمنطقة كتبوا تحت أبو هماش حبيب الملايين والجماهير الشعبية، وشي وهو عم يرقص بالسيف والترس كتبوا تحت أبو هماش يحيي تراث الآباء والأجداد، وشي وهو راجع من العمرة وعم يوزع مصاري على الفقراء وعم يسبح ربه كتبوا تحت أبو هماش في لحظة عبادة وخشوع، وشي مع البدو وشي مع النور وشي الله وكيلك شهرين يا أستاذ عادل وأنا مسكر المحل ومعطل شغلي وعم بدفع مصاري من جيبتي. ليش ما قبضوك 50,000 سلفة مثل ما وعدها؟ تعدمون ما قبضت منهم ولا قرش، وكل ما قلت لهم قبضوني يوعدوني اليوم وبكرة ويقولوا لي شباك شو رح ناكلهم عليه؟ ايه وبعدين شو اللي صار؟ يا سيدي اللي صار انه حلت المصيبة ونزلت الكارثة وسقط البطيخ ابو هماش بالانتخابات ونجح غريمه وخصمه ابو فهد بفارق كبير بالاصوات وانطبشت الشربة براسي وانخرب بيتي. ما عطاك ولا قرش ما هي؟ ما عطاني شي انعطلت شي، جيت حتى طالبه بعد ما طنشني قاموا نصحوني اني ما روح لعنده. وليش بقى؟ صار مثل مجنون كل ما شاف واحد بطريقه يسبه ويبهدله ويضربه كمان. ايه وشو عملت بهالحالة؟ اكيد ما سكتت عن حقك. مين قال لك؟ وحياتك ما سكتت، رحت لعنده وقلت بركي بحصل شوي من حقي من خسارتي يعني، بس اخ يا ريتني ما رحت. مرحبا. ليه شو بدك؟ المعلم ابو هماش هون بالله. شو ضربك العمى؟ ما جيت قبل المرة لهو؟ بلا جيت بس لما جابوني يعني ما كنت منتبه. المعلم وينه؟ مو هون. وينه؟ العمى ضربك، شو عم تحقق معي؟ لا مو هذا القصد، بس بدي اياه مشان شغلة ضرورية كتير. شو هالشغلة بقى؟ بصراحة ما بقدر اقول لك اياها الك، وإذا دري هو إنه أنت ما قلت لي وينه رح يزعل منك كتير. ها؟ يا ويلك إذا كنت عم تكذب، سمعت صوت إطلاق النار؟ إيه سمعته. الحق الصوت، بتلاقي المعلم عم يقوص على خصومه. شكرا يا أخ. يا سلام يا أبو هماش، يا سلام يا معلم. المهارة بتتكلم، روح الله يسلم دياتك وإن شاء الله ما في طير بالسماء بيصعب عليك، وإن شاء الله على الأرض تصطاد الغزلان وبالسماء أبو الحن وإنت شو جابك لهون؟ سيدي بصراحة الصراحة أنا جاي عبر لكم عن حزني وألمي يلي ما بنوصف لما سمعت بخبر سقوطكم بالانتخابات. خلاص صلح كلامك، أنا ما رسبت، أنا تشلحت من النيابة تشليح وانسرقت بوضح النهار. معك حق يا معلم، معك حق، يعني كل شيء نجاح انتو أحسن منه بكتير. هاي بعرفها، ما في شيء جديد، إلي لشوف ليش جاي لهون. سيدي عفوا، أنا إلي بزمتكن كم ليرة، ولو مو كانوا لازميني ما كنت جبت سيرة، بس بيني وبينكن يعني أنا متضايق شوي وسيولة بجيبتي ما في. إخراس وكل هوا، انت ما بتستحي على دمك، طق قرع الحياة من وشك. ليش لا سمح الله يا سيدي؟ قال ليش قال؟ ولك انا اذا رسبت بالانتخابات بيكون منك. مني انا؟ طبعا منك، من هالصور الزفتة اللي صورتني اياها. ولك معقول يا بني ادم تصورني وانا عم بنقص قطة من النار؟ معقول تصورني وانا عم كب زبالة؟ معقول تصورني وانا عم صلح حنفية؟ سيدي قلت لحالي يعني بركي بتصير لكم شعبية والناس بتحبكم. بلا ناس بلا بطيخ. لك أبو فهد غريمي عمل صورة واحدة بس، بوز واحد فقط لا غير، هو نجح وأنا رسبت، فسر لي أهل أشوف، اعرب لي أهل أشوف. سيدي عفوا لصراحتي، بس يمكن الوسامة والعمر الصغير بيلعبوا دور بالانتخابات. ها الوسامة يعني هو أحلى مني، ولا لحلي وبرك عن جلدك، دبرو. لحظة لحظة، وعينك ما تشوف يا أستاذ الأكلة اللي أكلتها والإهانة اللي بلعتها، تقول لهم تار معي فلتوا علي مثل الوحوش وعلى وين بيوجعك، وما تركوني هيك لحتى وقعت على ورقة وبصمت بالعشرة واعترفت بأنه مالي ولا قرش عند أبو هماش، وكل شي اشتغلته كان تبرع بتبرع، وضليت بالمستشفى أسبوعين والكاميرا انكسرت مثل ما لك شايف.
لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة في هيك ناس؟ لا، وهيك ناس بيرشحوا حالهم لمجلس الشعب بعين قوية. طيب هاي قصة أول كاميرا، والكاميرا الثانية شو قصتها؟ أخ يا أستاذ عادل، يا ريتني ببطل هالشغلة من وقت ما صارت معي هالحادثة الملعونة، بس ثقتي وبريق المسؤولين وقعني مرة تانية. هذا يا سيدي بعد شهرين من وقعتي مع أبو هماش المرشح الساقط، إجاني ابن خالتي فاروق الله يسامحه على الاستوديو لهون. مرحبا ابن خالتي. أهلين فاروق، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. إلك ولا للديب؟ خاصة الديب أمور. معناتها امشي معي بسرعة، امشي. لو ما بدي امشي؟ أبو ضرار الوكيل الأول للمحافظ بده مصور يرافقه على طول ويغطي له أخباره وين ما راح وين ما إجا. ليش وين المصور اللي عنده؟ مات بالجلطة بعيد من هون. وبالصدفة شفت أبو ضرار وقلت له مالك غير نوري طبشورة ابن خالتي، ومدحتك قدامه خيرات الله، قلت له إنك فنان ومزوق. أما اللي بعت لي إياه، جيب لي إياه بسرعة، بقى امشي معي حتى نشوفه. ودخلك هالشغلة فيها فائدة مالية؟ ولك مادية ومعنوية وجاه ووسايط ومن جميعه، بقى امشي تحرك خلصني، خذ كاميرتك خلينا نتيسر. ماشي يا رزاق يا كريم. يلا اللي فاروق، هذا ابن خالتك اللي حكيت لي عنه؟ ايه نعم سيدي، واسمه نوري طبشورة. وبيعرف يصورون للمسؤولين الكبار؟ طبعا سيدي بيعرف، طبعا صار له 30 سنة بهالمهنة. عظيم. فإذا اسمعني يا سيد نوري، انت مثل ما لك شايف هلا انه انا وكيل محافظ، وما راح اخبي عليك، انا خلال فتره قصيره جدا راح نط وصير بمركز مهم جدا، لذلك لازم اثبت نشاط وحيويه من هلا. بدي اياك تلحاني على الدعسه، كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما جيت، وتلقط لي صور على كيف كيفك مثلا. وانا جاي على الدوام بكير، وانا عم ودع ضيف كبير او عم بستقبل ضيف كبير، انا عم بتفقد احوال الموظفين بالدائره، وهي الصور بدي اياك تبعث لي اياهم على الجريده، وأنا رح أربط ونسق بينك وبين الجريدة كمعتمد من قبلي بهذا الشأن. هذا من جهة. من جهة تانية أنا رح أعطيك 30,000 ليرة سوري بالشهر، وإذا ترفعت لمنصب أعلى إلك عندي مكافأة محرزة جدا. شو رأيك؟ ماشي الحال سيدي، يلي بتشوفه. معناها رح نبلش من هلا. يلا خذ لي كمبوز وأنا عم مشي مصالح المواطنين. على عيني أستاذ. فاروق دخل مواطني. حاضر. وصرت يا أستاذ عادل المصور الخاص لأبو ضرار وكيل المحافظ، وصرت إلحقه محل ما بيروح وقلقط له صور وابعتها للجريدة. شي وهو جاي مبكر على الشغل، وكتبنا تحتها أبو ضرار يأتي إلى الدائرة مبكرا، وشي وهو قاعد ورا مكتبه وعم يوقع معاملات المواطنين، كتبنا تحت أبو ضرار يوقع معاملات المواطنين. شي وهو عم يقرأ جرايد، كتبنا تحت أبو ضرار يقرأ ويتابع باهتمام أخبار الوطن والعالم. وصورته كمان يا أستاذ عادل وهو عم يعانق مسؤولين كبار وعم يودعهم بحرارة ودموعه عم تكرج على عرض خدوده. وصورته وهو عم يزور السجن وعم يطلب من المجرمين التوبة والندم. وصورته وهو عم يصلي ورا الإمام، وراه مباشرة بالأوقات الخمسة. وصورته كمان وهو عم يرمي حجر على الأرض المحتلة. بس كل هالشي ما نفعني يا أستاذ عادل، وبيظهر إنه إرضاء المسؤولين غاية لا تدرك. ليش بقى؟ شو صار معك؟ يلي صار إنه بليلة منحوسة كنت بالاستوديو عم حمض فيلم، لقطه لأبو ضرار وهو عم يزور دار العجزة وملجأ الأيتام، وإذ بالتليفون يقرع. الو، اهلين ابو وفي. بده اياك المعلم ابو ضرار فورا. إيه بس هلا الساعه 1 بعد نص الليل وانا عندي شغل. ان شاء الله يكون الصبح، تعا فورا. طب قل له اني عم حمض له فيلم ملجا الايتام وبدي كبر له صورته وهو عم يتغدى مع المعوقين. ولك انت ما بتفهم. شو؟ لحظه بس. لك بس لا البس الصباط. لك لا اخد الجاكيت. يا اهلا يا اهلا وسهلا بمصورنا العظيم، انا استشرفت والله يا سيد نوري. الله يخليك يا معلمنا.
وليش ما اجيت فورا لما خبرك سكرتير ابو وفيق ولا؟ سيدي كنت عم حمد ال... كذاب! انت واحد كذاب! سيدي الله الوكيل، كنت بدي حمض لكم الفيلم يلي اخذت لكم اياه اليوم لما زرتوا دار العجزة وملجأ الايتام. ولك انا اللي رح صير عجز يتيم بعد السيد الوزير ونشوف صوتي بالاجتماع وانا نايم، ولك الله يخرب بيتك، لك كيف لو قلت لي اياها كيف؟ شوف شوف. طيب 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 سيدي. سيدي والله ما انتبهت. كذاب، ولك انت واحد كذاب، اكيد في حدا مسلطك علي ودافع لك مصاري كمان. الله وكيلك يا سيدي، شغله صارت صدفه بصدفه. صدفه؟ شو صدفه بقى؟ ها؟ يعني معقول تصورني وانا نايم باجتماع هام للسيد الوزير وهو عم يخطب عن مخاطر العولمه؟ ولك بكره اذا شاف سيد الوزير هالصوره واكيد اكيد رح يشوفها. ولك شو بدول عني؟ ها؟ شو بدول عني؟ اكيد رح ينقلني على الصحراء شي مدير ناحيه. سيدي انا والله قل لي بقى، هي الكاميرا يلي صورتني فيها؟ نعم يا سيدي، بس قسما بالله هالكاميرا ما لها ذنب. هاتوها لشوف، هاتوها. دخلكم يا سيدي مشان الله، هالكاميرا غالية كثير، على مهلك على مهلك مشان الله. إذا بتريد سيدي الله يخلي لنا اياها. هاجروا. أي وضربوني ضرب يا أستاذ، الله يكسر دياتهم يا حق، يعني لو كنت قاتل أبوهم مو هيك. وقعدت بالمستشفى 20 يوم، وطلعت، وبعد ما طلعت حلفت يمين معظم اني ما بقرب على مسؤول ولو دفع لي 1,000,000 ليرة، واشتريت هالكاميرا وقلت بركي بركي يعني بشوف الحظ على وشها. بس للأسف المنحوس منحوس، ولو علقوا بباب ادنه فانوس. المهم كرهت المحل وصرت لقوة رزقي بالساحات والجناين والمعارض والمتاحف، وصرت اخذ صورة لاثنين بيحبوا بعضهم، طفل عم يلعب جنب النافورة او بركة المي وعم يرمي خبز للبطاط، صورة لرجال بيحب الآثار جنب تمثال بحديقة المتحف، صورة لشخص عن جامع السلطان سليم. وعلى هالمنوال صرت اشتغل، ومضى 2 شهر على هالحالة وانا مبسوط ومروق، لا عم قرب على مسؤول ولا مسؤول عم يقرب علي. بس اخ يا استاذ عادل، شو بدي اقول؟ شو بدي اقول لك لقلك؟ خير، شو صار معك شي جديد؟ يا سيدي بليلة من الليالي خلصت شغلي وسكرت دكانتي وصرت اتمشى وانا راجع لبيتي تعبان وهلكان. خطر لبالي بالصدفة اني امرق بطريقي على واحد قرصون بيشتغل بملهى القط الاحمر حتى اعطيه صور الهوية اللي وصاني عليها. ودخلت الملهى يا استاذ. سعيد ابو توت هون؟ راح المستودع، ممكن تاخذ لك كم صوره؟ اسف الفيلم خلص وما معي افلام، ممكن انتظروا؟ تفضل شريف. Thank you.
الكاميرا هونيك؟ اه انا؟ لك انت؟ ليش في حدا هون بالمحل اسمه ابو الكاميرا غيرك؟ يلا تعال المعلم عم يقول لك قرب، يعني بتقرب قرب. انت يا ابو الكاميرا خذ لي كم صوره تذكاريه مع المدبوزين. ايوه لك شبك خلصني سيدي. انا اسف، الفيلم خالص وما معي افلام. كذاب، انت معك فيلم بس ما بدك تصورني. سيدي الله وكيلكم ما معي. ها شوفوا، ها خالص الفيلم يا سيدي. ولك انت ما بدك تفهم بالذوق. حاضر حاضر سيدي، امرك امرك امرك. طيب طيب هاني يلا حاضر. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ لك الصور يلي صورته اياهم امبارح بالليل بالملهى شو بلا؟ بس انا ما اخذ الصور للمعلم، هي لمعة فلاش وبس. انت بدك تضحك علينا ولك؟ الله وكيلكم يا جماعة، لمعة فلاش على الفاضي، الكاميرا كانت فاضية، ما فيها فيلم. لك كذاب ابن كذاب، امشي بعد لعند المعلم. لحظة لك لحظة لقفل المحل. ايه بلا محل بلا امشي. يعني انت ما بدك تقر وين مخبي الصور؟ يا سيدي صدقوني والله مالي بخبي شيء، والله مالي بخبي شيء، الشغلة كانت لمعة فلاش. ولك انت ناوي تساوي لي فضيحة مع الرقاصة يا كذاب. يا سيدي انا لما لك انا مش كباريهات، انا كنت واقف عم افحص، عم انصح الرقاصة تبطل الشغلة. الله وكيلكم ما اخذت لكم صورة يا سيدي. ولك على هامان يا فرعون، انت لمين بدك تبيع الصور؟ يا سيدي بايش بدي احلف لكم، اني لا بدي بيع صور ولا اني بخبي صور. لكان شو هذا اللي كنت عم تساويه مبارح؟ لمعة فلاش يا سيدي، لمعة فلاش بس، الله وكيلكم كانت الكاميرا فاضية وما فيها فيلم. ما رح أصدقك قد ما حلفت، خدوه عملوا له اللازم لحتى يقر وين مخبي الصور. امشي لورجيه. صدقوني يا جماعة لمعة فلاش، لك لمعة فلاش بس، لمعة فلاش ولا كانت. وضربوني ضرب يا أستاذ عادل، كأني مغتال أبوهن ومتجوز أمهن، وما تركوني حتى كتبت لهم تعهد اني رجع لهم الصور مع الفيلم النيجاتيف. ليش انت عندك الصور والنيجاتيف؟ شلون عندي؟ ما قلت لك انه الكاميرا كانت فاضيه وما معي افلام؟ اصبح ليش تعهدت له؟ حتى ما يموتوني من القتل، حاكم هدول ما في بقلبهم لا رحمه ولا شفقه. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ يا جماعه منين بدي اجيبهم؟ سأل حالك ولا؟ انت اعترفت انهم عندك. صدقوني يا جماعه لمعه فلاش، والله لمعه فلاش. لمعه فلاش اه؟ والله لا خليك تشوفني بمنامك والله. كل ما رح نجي لعندك رح ناخذ صندوقين، هيك لحتى تتذكر وين حاطيت الصور. وبترجعهم مع النيجاتيف كمان، سمعت؟ يا جماعة والله لمعة فلاش، لمعة فلاش، شو بدي أعمل حتى تصدقوني؟ والله لمعة فلاش.
فظاعة فظاعة على الشوب اللي جوا، راح اختنق. حقي ايدك، وانا كمان طبق صدري ودق نفسي. تعالي نقعد هنيك، رجلي حيتكسروا من الوقفة. طبعا لك مالك متعود على حفلات الكتب. مين قال لي؟ الله وكيلك يا روعة، ما بيمروا علي أسبوع إلا وبنعزم فيه مرة أو مرتين على حفلة كوكتيل. ومين بيدعي؟ يعني أغلب الدعوات من السفارات. تعال تعال. شو هاد اللي عم تحرك هنيك؟ شو بدي يكون يعني؟ شو بكيف تعبتي؟ أكيد قطة. عادي عادي. ليلي، عجبتك الحفلة؟ يعني بصراحة عاجبتني مو عاجبتني. شلون يعني؟ يعني مراد بيك عازم ناس ما كان المفروض انه يعزمه. مثل مين؟ مثل رانيا وجوزها. لقيشون هدول؟ شو لقيشون؟ هدول اصدقاء مراد بيك من الروح للروح. واذا كانوا اصدقائه يعني صدقني وجودهم بالحفله مثل العين المقلوعه. ليش شو اللي بدر منهم؟ زعجوكي بشي شغله مثلا؟ ما فشروا يزعجوني، بس رانيا وجوزها معروفين باللقلقه والانتهازيه. دام جاكي مكالمه. عرفتي مين؟ من البيت. هدول اكيد الاولاد. أنا حفوت لجوا، أصلاً صار في نسمة برد، مالك فايت لجوا؟ لا لا، أنا حابب أشم لي شوية هواء، بعد شوي بلحقك. أوكي. مين انت؟ ارجيني وشك لشوف، ارجيني وشك. حاضر استاذي حاضر. مين انت وشو عم تساوي هون؟ قسما عظما يا استاذ، اني درويش ومغلوب على امري. صحيح انا مو من بني الانس، بس صدقني اني مأهور من جوات قلبي. انت شو اسمك؟ شيطان ابليس عبد الرحيم العبقري. وشو عم تعمل هون؟ شو بدي اعمل يعني؟ قاعد عم ألطم وأندب وأتحسر وتمرمر. وليش بقى؟ شو السبب؟ السبب وعدم المؤاخذة هو ثقتي العمياء ببني الإنسان. تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلق، وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثق. طيب ممكن تحكي لي قصتك حتى أعرف إذا كنت ظالم ولا مظلوم؟ عود عود. ما أمرك أستاذي، رح أعود. بس لا تقول سبحان من بدل غزلاني بقرود. لا لا ولا يهمك، ما رح أقول. لا بتقولوا أنتم معشر البشر، وبتقولوا كمان إذا حضرت الشياطين هربت الملائكة، مع أنه للشياطين فضل كبير على كتير ناس. بقى شو سبب هالعداوة من قبلكم اتجاهنا وكأنه نحن حرف صائد؟ شو سبب هالضغينة والحقد المصبوب علي أنا شخصياً وكأني قدامكم عزرائيل أو إسرائيل؟ طيب في شخص معين خذلك أو مثلاً ما طلع موضع ثقتك؟ طبعاً في، لكن ما في. هو صحيح أنا الشيطان الرجيم اللي فضل كبير على مسؤولين كبار بهالبلد، بس هالإنسان يلي ببالي مجنني، مطير لي عقلي من راسي وحارمني لذة النوم. الله يحرمه لذة الفوت للجنة مثل ما حرمني يا ربي يا حق. ومين هالإنسان بقى؟ يعني ما بتعرفه؟ لا والله ما بعرفه. مينو يعني؟ حبيب قلبك مراد بيك اللي عم يعمل حفلات راقصة وعم يطعميكم لوز وسكر ومسك وعنبر. شو هالحكي؟ مراد بيك؟ نعم هو بذاته، الله لا يورده. يعني هلا انت في علاقة بينك وبين مراد بيك؟ آخ علاقة وبس، قول صداقة، قرابة، أخوة صميمة. اسمح لي يا شيطان، أنا ما عم صدق أداني منوب. وليش مالك مصدق بقى؟ يعني عدم المؤاخذة، مراد بيك رجل فاضل وإنسان مستقيم، والكل بيشهد له بهالشي. بقى شو جاب الطهارة للقزارة؟ ولك يا محمود، مو اسمك محمود انت؟ بلا، اسمي محمود. انا يا محمود بقزارتي المعهوده
قدرت اتغلغل باعماق هالانسان وقلبت له حياته فوقاني تحتاني، والمسكين صار يسمع لي، صار يستعين فيني بالشارده والوارده، وصرت بالنسبه له الخل الوفي، بيأتمر بامري وبيطلب مني المشوره عند الضروره. معقول؟ معقول مراد بيك يكون تلميذك؟ ومن ايمتى صار هالشي؟ صار لي راكبه اكثر من 25 سنه. والله ماني عم صدق. قلت له حصدعني انت الثاني، وليش لحتى ما تصدق؟ ايه انا ضليت زن بعقل ادم حتى ياكل التفاحه وطالعته من الجنه، بقى راح اعجز عن هالبني ادم. يعني اذا انا حطيت ابوه تحت باطي، فكرك راح يعجزني هذا الارباطي؟ لا ارجوك لا تحكي هيك عن مراد بيك. الرجل له افضاله الكبيره على هالبلد، وخاصه بمجال التنميه والاقتصاد. التنمية والاقتصاد. قال يا مراد الاقتصاد الوطني، هل تقول لي كيف أصبحت غني؟ لم تهاجر، لم تتاجر، لم ترث عن أبيك الكري غير الرسني. هلا لا تعود تخبص بالفصة، أنا ما بسمح لك بنوبة. وليش لحتى ما تسمح لي يا بخش القلب؟ دفاتر الزلمة عندي، ولا فكرك الغني فرفور وزنبه مغفور؟ ما بالثرائي يسود كل مسود مثر، ولكن بالفعال يسود. طيب فهمني فهمني، شو عامل معك الزلمة؟ آخ يا محمود، آخ وألف آخ. قصتي مع هالإنسان قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. لا يبطرنك من حرير موطئ، فلرب ماش في الحرير تعثرا. وإذا الزمان تنكرت أحداثه لأخيك فاذكره عسى أن تذكر. لك هلأ إيمنا من الشعر وقلي شو قصتك مع مراد بيك، نطفت لي قلبي. ها أخي الشعر اختصاصي، ويا مراكب شعراء، حتى المعري الله يرحمه كنت أركبه، لأني أنا شيطان الشعر. المهم شو قصتك مع مراد بيك؟ يا سيدي سيء الذكر، مراد بيك كان اندبوري معتر، بيسوى قشرة بصلة إذا غلي سوقه، فقير مبهدل شرشوح قميء ذليل، بس للأمانة والتاريخ الشيطاني كان عفيف النفس، وأنا هدولي تبع عفة النفس كتير بيستهوني، لأنه بعرف سلفا أنه قدامي شغل كتير حتى أفسدون. وأنا بكره عيش بطال، فقلت لحال يا ولد ليش ما بتصاحب الإنسان؟ وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، يقول لا إن قلت أنت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يعني كنت عم تدور على شخص يطيعك ويجي معه؟ إيه نعم، وبيوم من الأيام مل مراد من هالتعتير وما عاد عنده صبر، وبلحظة ضعف منه استنجد فيني وقال لي أنا يا شيطان بدي صير غني. قلت له ليش يا حبيبي؟ قال لي لأنه بصراحة لما آنست عنده ضعف ركبته فوراً. المهم قال لي شعر كنت راكب صاحبه لما قاله، قال لي يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضاً وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوماً فقيراً عابساً نبحت عليه وكشرت أنيابها. طيب وشلون ساعدته أنت؟ الحقيقة كان هو عم يشتغل إجير سكافي، وأجره يلي بياخده من معلمه غير كافي، وسوست له بشطارتي حتى يسرق من معلمه. وشلو سرقه يعني؟ يعني كان يصلح صرامي بالسر ويحط الغلة بجيبته، ودائما كان يقول لمعلمه السوق دائر وما في زباين، ولما قلعوا معلمه اشتغل موظف صغير بالجمارك، وشغلته كانت كشاف، فوسوست له بعبقريتي حتى ياخد رشوة من أصحاب البضايع ويمشيلهم شغلهم، يعني كاسات الكريستال كان يكتب عليها زجاج درجة 10 وعلى المايسيس. ومراد بيك كان يرضى معك دائما؟ المسكين نفسه ضعيفة وإيمانه هش، وأنا بحبهم كتير لهدول تبع الإيمان الهش. الزلمة صار معه قرشين نضاف بفضلي، وتعين بعدها مدير مؤسسة الإسكان المتحدة. ها
هالحكي صحيح؟ مراد بيك كان مدير مؤسسة الإسكان المتحدة. المهم إجا بده يعمل شريف ما قدر، لأني لما استنجد فيني هرولت لعنده، قدمت له مشورتي. وشو كانت مشورتك بقى؟ قلت له يزور عقود، يتلاعب بالصفقات، وسوست له حتى يجيب من برا آلات منسقة وخرطة للكب وسجل أسعاره بالعالي والغالي. ايه وما حدا اشتلق عليه؟ هو لما فاحت ريحته نقلوه وبالمؤسسة الثانية وسوست له حتى يهرب حشيش بقلب أنابيب المي، وصار عنده ثروة للكذب وحدة بوحدة. ايه وبعدين؟ بعدين يا محمود صار عنده أموال ومال كانات، وصاروا يحلفوا براسه قسم، وأكبر عملية نصب عملها كانت بفضلي أنا. شو هي؟ خليته يحرق ناقلات البترول تبعه وسخرني أنا شخصيا حتى أحرق له إياها، وكانت تقدر بمئات الملايين، ملايين الدولارات. ايه وشو الفائدة يعني؟ الفائدة انه كان مأمن عليها بمبالغ خيالية، ودفعت له شركات التأمين مبالغ التأمين وهي عم تضحك وتلعب. عمى معقول؟ مثل ما عم قلك، والجريمة الكبرى اللي عملها كانت من تصميمي، من تصميمي انا العبد الفقير. انو جريمة؟ الجريمة كانت ادخال مواد تموينية فاسدة منتهية الصلاحية من عجنات مرتديلا ومواد حافظة ومأكولات الأطفال ملوثة. قسما بالله أنا مستغرب، معقول يا شيطان يكون وصل لهالثروات ولهالمكانة المالية المرموقة بفضلك؟ لكن بفضل مين؟ طيب لنفترض جدلا أنه هذا الكلام مزبوط، أنت ليش متضايق؟ ليش مزعوج؟ معلوم بدي أزعج يا أخي. أيوة لأنه طلع أرزل منك يا أخي. بيقول المثل رب تلميذ فاق أستاذه. لا 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 مو هذا الموضوع منوب. لكن شو الموضوع؟ آخ يا محمود أخ، الموضوع بيتعلق بقلة الوفاء وانعدام الولاء. ذهب الوفاء وذهاب أمس الذاهب، والناس بين مخاتل وموارب، وقلوبهم محشوة بعقارب. يعني أنت زعلان لأنه ما عزمك على الحفلة؟ فشر ورصاصي خلعربته، إن شاء الله عمره ما يعزمني. لكان شو وجعه؟ شوف ناكر المعروف والجاحد الجميل شو كاتب على الفيلا تبعه اللي اشتراها من أيتام قصر بنص ثمنها. شوف بعينك. Ha 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 ha!